التونسي. شنو هو؟ التونسي وتعدد الزوجات، الرجل التونسي. الرجل التونسي به؟ الرجل التونسي، الرجل التونسي شنو هي؟ الألماني التونسي. تعدد الزوجات. ماذا يحكوا فيه برشا راهو اسمع، حكوا فيه من ناحية طرفة، من ناحية واقع، من ناحية كذا. تعدد الزوجات شنو هي؟ تحب تعدد الزوجات معناها؟ الرجل اللي عنده تبدا عنده مرأة ويعمل شلة قبيلة. ايش نورمال، اي واحد توا راهو ريتو في احنا نقولوا الشارع يقول أربعة، صدقني يتعس تونسي عنده ستة. قديش عندك؟ أنا؟ لا لا أنا منك النوع الستريك، أما نحكي أون غروسو مودو، نحكي أون جينيرال، بالحق كارثة، نحكي أون جينيرال، معناها باش تحط توا باش تحطني في أونتر جيمي في أنا نسأل فيك بومباردمون مع المدام. أنا نسأل فيك، أنا نسأل فيك، المدام تعرفك أكيد دونك ونقولوا لها ونقولوا لها سالو من المنبر هذايا، ما نسأل فيك مدام قلت كل تونسي مع ست، نحبوا نعرفوا معك أنت ما شو هي ب... هي هي ب... ما تراوغش ما تراوغش ما تراوغش جاوب. مانيش فوزي الرويسي باش نراوغ، اسمع من باب الطرفة هذيك قلتها، اما بالحق هو الشارع يكون أربعة، اما التونسي والله ما ينجم حتى تي وحده يعني فيها بالسيف، خاطر كي نحكيو على غلاء المعيشه نحكيو على البوفوار داشا ونحكيو على الظروف الماديه والاجتماعيه والجانب النفسي والستريس والضغط اللي يعيش فيه التونسي ما ينجمش هو وحده، وماذا بيك ان يلقى تو يطلق. محمد احنا توا في وقت الميل طليق اكثر والاسباب بتاعه تلقاها عمل صاحبه، دونك ما نصورش معناها لا 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 لا. ما ينجمش يكد وحده وصاحبه وين مشيت معناها تلقاها يجيب لها اعز ماكله اعز باش بارفان. هذاك هو علاش توا انت جبت موضوع قوي برشا به الساعه، قلت لي اطلاق كثر برشا، عندنا 10000 قضيه طلاق في تونس كلها برك الله مشرفين الدول العربيه كل به والموضوع هذا راكم مش نحكيوا فيه بحر كبير برشا. جبت انت على قلت لي يصرف على صاحبته ومرته لا سي نورمال على خاطر مرته بحذاها طيب له تكنس له وتمحرث على جد بوه وعينه في عينه وخليقته في خليقتها ومع بعضهم 24 سور 24 يولي حكايه نتاع روتين ولات عشره، وكي يلقى حاجه اخرى معناها حتى مرته ازين منها بالطبيعه باش يولي لك يرى في حاجه جديده وكذا ويصرف. هذه المشكله معناها، هذه العقده على غالب التونسي هكاك. وانت؟ انا والله لا ما عندي صاحبه ساعه باش نصرف، وانت تعرف هذا كادرور يضحك من غادي الله ياك نعرف نعرف فهمتني. الكادرور يظهر لي عنده الأسرار الكادرور، أما إن شاء الله ما يفسخهمش وكاو يضحك تضحك إن شاء الله ما تعم تحطش قوم يا لعبلهم تو بتنام مش قصة في المونتاج بقى ما ذكرتش اسمك أما وكا أسمع إيش إيش ما تضحكش وكان قصيتها في الفيديو باش نعم في لي كومونتير باش نكتب الاسم لوطا ماذا بيك خليها اخي. ومن انظر فقد اعذر ايها الكدر انظر السن بالسن عين بالعين والبيض اظلم باه حما نرجعوا ضحكنا واحنا متوحشين الضحكه هذيا والطرفه هذيا. حما وقتاش ان شاء الله انت قاعده تشوف في البلاد ووضعيه الشباب و... اي شوف دونك وين ماشيين؟ ماشيين للبلوس ماشيين للباهي باهي على خاطر اليوم ثم اللي انا فرحان له في البلاد هذه ونعرف برشا من الناس تغشوا عليا راهو اللي فرحان له انه اليوم المحاسبه موجوده والناس كل تتحاسب كالوزير كرجل اعمال كسياسي كالمواطن العادي. قبل كنا الزوالي يشرب على مرمته وكان الناس اللي زوم دافير والهاي اقوى وفوق القانون. جاء اليوم قايس سعيد استوى الناس الكل، اليوم شفنا سياسي يتحاسب رجل اعمال يتحاسب وكيل جمهورية يتحاسب قاضي يتحاسب مدير أمن مواطن عادي، وهذه حاجة باهية نطلب تكون المحاسبة عادلة معناها اللي غلط يخلص ما يسميش ظلم. أما بحول الله القضاء متاع تونس عنا في ثقة ونحسه ماشي للبريس، وهذه حاجة مؤشر رو باهية رو البلاد باش تولي بلاد باهية رو القضاء عنده دور كبير برشا. وقت اللي أنا نغلط نخلص انت تغلط تخلص إكس يغلط يخلص سبيع، أما واحد يخلص واحد لا وقت تولي كارثة.